ونقسم بالله العظيم أننا سنرد إدلب إلى حضن الثورة السورية بعد أن سرقتها الغرابيب السود ومجاهيل النسب. بعد أن سرقت ما تسمى هيئة تحرير الشام ثورة أهل الشام المباركة وتمادت في بغيها على الأحرار والفصائل في بداية الأمر منفذة أجندات لا تخدم في حقيقتها إلا النظام المجرم، وبعد أن تلونت وتقلبت في أحضان داعش والنصرة مبررة للنظام واسم ثورتنا بالإرهاب، ها هي اليوم تصب جام ظلمها على الأحرار والحرائر معتدية على الأعراض ومستحلة الأموال، مستمرة في نهج النظام المجرم، بل وتزيد عليه إجراما وتكفيرا وتنكيلا بشعبنا المكلوم. ونحن في الجيش السوري الحر نعلن تشكيل سرايا درع الثورة للدفاع عن أعراضنا وتأمين المظاهرات السلمية لحماية الحرائر والأحرار، ونقسم بالله العظيم أننا سنرد إدلب إلى حضن الثورة السورية بعد أن سرقتها الغرابيب السود ومجاهيل النسب. لذلك نمهل هيئة تحرير الشام 3 أيام لإطلاق سراح جميع المعتقلين والحرائر وعلى رأسهم وجهاء المناطق وأعيانها، وإلا ستكون جميع مصالحهم هدفا مشروعا لنا متضمنة جميع المنتسبين لها، وقد أعذر من أنذر. هاموا هالكلمتين، لا تضيموا أهل حماس، اسمعوها مني، اسمعوها واعوها. شوفوا هلا نحن هون مستضعفين عندكم، لا تضيموا أهل الشام، لا تضيموهم، ما ناقصكم 5-6 آلاف مسلح أعداء يطلعوا على الشمال. أنتو وفي الختام ندعو المرابطين في هيئة تحرير الشام بالتبرؤ منها، فلا عذر لهم بعد أن اعتدت الهيئة على الأعراض والحرائر، وإلا سيكونون شركاء لها في الظلم والإجرام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.